لكن خليني سريعا اروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي المتواجد في هذه اللحظات في مقر اقامه الفريق قبل التحرك لاستاد الاهلي والسلام قبل مباراه اليوم امام طلائع الجيش. يا كريم اهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، طمنا على اخر استعدادات الاهلي لمباراه اليوم امام الطلائع. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول النهارده ختام مباريات بطوله الدوري العام موسم 2019-2020 الاهلي وطلائع الجيش على استاد الاهلي والسلام الساعه 8 مساء، ليله التتويج يا امير. انت عارف طبعا مجهود طبعا كبير جدا الموسم ده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الحقيقه يمكن اللعيبه تستحق التتويج وتستحق طبعا الاشاده الكبيره، لان اما النادي الاهلي بيفرق عن المنافس او عن المركز الثاني او الثالث قبل البطوله ما تنتهي باسبوع، ده مجهود كبير جدا سواء للجهاز الفني او مجلس الاداره او اللاعبين. فالنهارده ان شاء الله تكون ليله سعيده على لعيبه النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى مجلس الاداره، وكمان يمكن الليله هتكون سعيده اكتر بقى بوجود مؤمن زكريا اللي اكيد يعني هتبقى لفته طيبه جدا ويمكن بيدي دفعه كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي ان هو يكون متواجد يشارك الفرحه مع لعيبه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله بنتمنى له الشفاء والسلامه ويكون متواجد من جديد سواء في النادي الاهلي او يكون متواجد بشكل عام، ويا رب ان شاء الله تكون الايام القادمه كلها خير وانتصارات لفريق النادي الاهلي. احنا يا امير طبعا متواجدين في فندق الاقامه النهارده، انت عارف هي المباراه تحصيل حاصل، لكن مع بيتسو موسيماني مفيش مباريات تحصيل حاصل، المباريات لازم فيها جديه وفيها اداء وفيها اصرار وفيها نتيجه كمان، وده اللي يمكن الراجل عودنا عليه بصراحه خلال الايام الماضيه. النهارده اقدر اقول لك يمكن من خلال لحظات بسيطه جدا المحاضره الفنيه كانت 4:30، لسه من لحظات يعني دورك من 5 دقائق ومن 10 دقائق انتهت المحاضره الفنيه. النهارده نشوف مفاجات في التشكيل، لان عدد ال 21 لاعب طبعا في قائمه فريق النادي الاهلي، عدد الناشئين المتواجدين مع فريق النادي الاهلي في هذه القائمه بتدينا اشاره ان النهارده يكون في عدد كبير منهم متواجد، وايضا كمان بعض الاماكن وبعض المراكز يكون فيها اختلاف كبير جدا. مش عايزين طبعا نحرق الامر الخاص بالتشكيل مع طبعا انت عارف يمكن هي اخر مباراه في بطوله الدوري العام، لكن النهارده من الواضح ومن خلال متابعتنا في التدريب الاخير على استاد مختار التتش النهارده هنشوف عدد من لعيبه النادي الاهلي بتلعب في اماكن غير اماكنها، لكن ان شاء الله باذن الله بقى مع الجديه الكبيره في لعيبه النادي الاهلي باذن الله النهارده يكون اداء ونتيجه مع الختام بطوله الدوري العام، كل الامور دي ان شاء الله تكلل بالنجاح وتسعد كل جمهور النادي الاهلي. غيابات كالعاده عديده في صفوف فريق النادي الاهلي، لكن كلها غيابات لراحه اللاعبين باستثناء طبعا حمدي السوليه وعمرو السوليه وحمدي فتحي، يمكن هو ده الامر طبعا الخاص بالكارت الاحمر بالنسبه السوليه وثلاث انذارات حمدي فتحي، لكن بشكل عام شناوي واجاي وايضا كمان حسين الشحات وعلي معلول كل اللعيبه دي الحمد لله اجهاد بسيط، لكن الحمد لله شارك علي معلول امس في التدريب بكل جديه راحه فقط لغير طبعا للحفاظ على سلامه اللاعبين للمرحله اللي جايه، مرحله مهمه جدا في انتظار بقى يوم 27 بقى يمكن لسه الايام طويله، لكن ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في اتم الاستعداد للمباراه النهائيه بطوله الافريقيه، حلم الكبير واللي كل جمهور النادي الاهلي بينتظره بشكل كبير. طيب تحركنا من هنا يا امير هيكون الساعه 6 ان شاء الله مباشره الى استاد الاهلي والسلام، ويا رب ان شاء الله كل الامور تكون في مصلحه النادي الاهلي.